السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، معانا الدرس الثالث في الوحدة الثانية بعنوان الأخطار البيئية. ربنا سبحانه وتعالى وهب الإنسان الطبيعة بمواردها وجمالها، وأيضا فيها أخطار طبيعية، لكن تدخل الإنسان في الطبيعة بينتج عنه أخطار تعرف بالأخطار البيئية. يبقى الأخطار البيئية دي بتحصل نتيجة سبب طبيعي وسبب بشري، وطالما الإنسان اتدخل يبقى أكيد هينتج عنها كوارث فقط ملهاش أي إيجابيات. هنعرف في الدرس مع بعض أسباب الأخطار البيئية وما ينتج عنها، وكيف يمكن أن نعيد التوازن البيئي مرة أخرى. معانا أول خطر بيئي وهو التصحر. يعني إيه التصحر؟ يعني قدرة إنتاج الأرض الزراعية على المحاصيل بتفضل إن هي تقل تدريجيا، تناقص القدرة الإنتاجية للأرض الزراعية. طيب بيحصل ليه التصحر؟ له أسباب طبيعية وله أسباب بشرية. الأسباب الطبيعية زي تناقص كمية المطر وزحف الكثبان الرملية على الأرض الزراعية، أما الأسباب البشرية وطبعا دي كتيرة زي قطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي والاستغلال المفرط للأرض الزراعية مما يؤدي إلى إجهادها، ورعي الإنسان للحيوانات بطريقة غير منظمة وهو يعرف بالرعي الجائر، وأيضا تملح التربة نتيجة استخدام أساليب الري القديمة. طيب تاني خطر معانا وهو حرائق الغابات. بتحصل إزاي حرائق الغابات أو أسباب حدوثها؟ أول حاجة حدوث البرق والصواعق والتخلص من المخلفات بطريقة الحرق وعمليات الطهي اللي بيقوم بها الإنسان دون الأخذ في الاعتبار الاحتياطات الضرورية لتجنب امتداد النيران. أما آخر خطر معانا وهو الاحتباس الحراري أو ما يسمى بالدفء الكوني، اللي بيحصل نتيجة انبعاث الغازات الدفيئة نتيجة نشاط الصناعي اللي الإنسان بيمارسه وقطع وإزالة وحرق الغابات. طب يا ترى بينتج عنه إيه؟ أول حاجة ارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم، بالتالي الجليد اللي عند القطبين هيبدأ يحصل له ذوبان، فمساحة المناطق المتجمدة عند القطبين هتقل، وبالتالي ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات مما يؤدي إلى غرق السواحل. كده الحرارة اتغيرت، يبقى باقي عناصر المناخ هي كمان هتتغير كالضغط والرياح والأمطار. طيب ليه حكومات الدول ما تتدخلش وتتخذ بعض الإجراءات علشان تقلل من الأخطار دي؟ فعلا بدأت بعض الدول تتخذ بعض الجهود لتقليل مساوئ الاحتباس الحراري. أولا ترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن مصادر طاقة متجددة ونظيفة، زي مثلا الطاقة الكهربائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. تاني حاجة وقف إزالة الغابات والتحكم في الحرائق، وأيضا عن طريق إدارة المخلفات بطريقة علمية زي مثلا إعادة تدويرها، وأخيرا زيادة فرض الضرائب على أي شخص يستخدم طاقة تزيد الانبعاث الحراري. بكده اتعرفنا على الأخطار البيئية وأسباب كل خطر والنتائج المترتبة عليه. بكده انتهى درسنا الأخطار البيئية، على وعد بلقاء قريب ودرس جديد.